طبعة هدية كنا الهدف تاعنا هو الصناعة. احنا الهدف تاعنا المتعامل الاقتصادي الجزائري يلقى متعامل اقتصادي أجنبي يتواصل معه، يستفيد من التجربة تاعه، يكون عنده يعني نظرة على تسارع يعني الصناعة في اللي راهي موجودة. كسبيل المثال عندنا مشاركة قوية للأتراك في هذا المسرح في هذه التظاهرة. يعني النموذج الاقتصادي التركي معروف انه يعني نموذج ناجح ونموذج نقدروا نتكلموا عليه ونتقيدوا به باش نحنا ثاني ننجحوا. يعني كانت تركيا ما عندهاش امكانيات اللي عندها الجزائر، وكانت تحديات اكثر من اللي راهي عندنا الان حنايا، ونجحت في ظرف صغير تاع 15 سنه لحقت انها تسمى قوة صناعية ما بين كل الدول المتقدمة. احنا ماذا بينا ان شاء الله كل تجربة ناجحة وكل تجربة فاشلة نستفاد منها. ماذا بينا الصناعة الجزائرية تكون رائدة، ماذا بينا عندنا حظوظ في الموقع الجيوغرافي تاعنا، رانا بوابة لإفريقيا، ماذا بينا يكونوا عندنا حظوظ تاع استثمارات وشراكة مع الأجانب في الجزائر، إقامة مشاريع، إقامة مصانع، ولما لا نوصلوا لاكتفاء الذاتي وتسويق المنتوج الجزائري للخارج. أكيد إن شاء الله احنا رانا بإذن الله هذه التظاهرة راح تتكرر بربي إن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله أنا متفائلين أنه يكون أكثر مشاركين. هذا الطبعة كان معنا 18 شركة جزائرية و 23 شركة أجنبية، يعني كانوا عندنا مشاركين أكثر من هذا العدد هذايا، وشنو ما ساعدناش يعني الحال وفي الأوضاع اللي راهي موجودة في الجزائر، كان الناس يعني ترددت في الاشتراك. احنا ماذا بينا الامور تستقر، الامور تتحسن، هكذا باش نقدروا يعني نسوقوا يعني ليماج، الصوره للتحال يعني للمتعامل الاقتصادي وليكاليتي اللي موجوده في بلادنا، ويعني العامل الحقيقي اللي يخلي المستثمر انه يجي للجزائر ويستثمر في الجزائر ويشارك الجزائري، ماذا بينا نسوقوه للغير. ان شاء الله احنا نقولوا باللي الطبعه الثانيه راح تكون اكبر من هذه باذن الله، وحيكون فيها ثاني ورش لنشاطات عديده. رانا ان شاء الله دائما نسيو وحنا نكونوا عند حسن ظن المتعامل الاقتصادي، نوفروا له اكبر فرصه ممكنه لعقد صفقات تجاريه. احنا المجهود تاعنا نديروه، وان شاء الله باذن الله يعني المجهود هذا دائما في اطار تطور المتعامل الاقتصادي ورقي صورة الجزائر في مجال الصناعة. والله النصيحة اللي نقولها أنه مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة. يعني إذا كان شفنا مسيرة الألف ميل رانا رايحين ما نديروا والو، ولكن لما نتفكروا أنها تبدأ بخطوة أكيد أنه الحلم ينطلق والنتيجة نلقاها إن شاء الله.